لموقف معكم عند أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذاك اليوم. فقام تقول الرواية: وكان الأول يبكي حتى خضلت لحيته من دموعه. شوف ايش قد متأذية فاطمة، بالله عليك معصومة، ويجون يستسمحون منها. والله لو كانت فقط فدك لرضت الزهراء. شنو هي فدك؟ زهراء تزعل على إنسان لأجل فدك، لكن المسألة أكبر من فدك. المسألة بيها كسر ضلع، المسألة بيها هتك حرمة، المسألة بيها لطم عين. هذا اللي خلت فاطمة سلام الله عليها متأذية ليل ونهار أن تهتك حرمتها بهذا الباب اللي كان رسول الله كل يوم يطرق الباب يقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. يجون لهذا الباب بلا طرق بلا استئذان ويحرقون باب الدار. الله يساعد قلبك يا فاطمة. تقول الرواية: فد يوم علي بن أبي طالب قاعد ويا جماعته ويا أصحابه، كل واحد يسولف يقول أصعب شيء يمر على الرجل شنو. واحد منهم قال: أصعب شيء أن الرجل ما يكون عنده أموال، فقير معدم، يجون أولاده يطلبون من عنده الأموال وما عنده يدفع لهم يعطيهم، صعب عليه. واحد قال: أصعب شيء على الرجل تموت زوجته ويظل عنده أيتام ما عنده أحد يربيهم يدير باله عليهم. وهم يسولفون عمار سلمان أبو ذر التفت وشافوا أمير المؤمنين قاعد يقلب التراب بأصبعه ودموعه جارية على خده. أبو حسين لا يكون أذيناك جرحنا قلبك، أبو حسين لا يكون ضايقناك بكلمة. إجوا قعدوا يمه: سيدي يا علي ليش تبكي؟ قل لهم: أصعب شيء على الرجل، أصعب شيء يكسر قلب الرجل أن يكون جالس بالدار وتضرب زوجته أمام عينه وهو ساكت. أصعب شيء على الرجل أن يسقط جنينها وهو ساكت مقيد بالوصية. واللي أصعب إذا نادت: يا علي أدركني، وهو مقيد ما يقدر يدركها. زاد الله قلبك يا علي. نادى: يا توعلي يا والله. وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار بالأخمار، ولجل الستر لاذت ما بين وبين الجدايا. أمر على أصحابه وهجم بهم على الدار، وللباب لاذت للستر وربض عتنا بينه. الله يا مؤمنين، صعب عليكم وعلى قلوبكم، ما تتحملون أنتم فدائي الزهراء محبي الزهراء. يقول: جاها وعصرها وفوق وجنتها لطمر. والله جاها يا وعصرها وفاق وجنتها لطمها، وضلعين كسرها ببطنها ولا رحمها. دمعة دمعة والله تحضر فاطمة. إذا حضرت الزهراء عندك عقيدة ارفع راسك قلها: فاطمة شوفي دموعي جاي أوفي لك يا زهراء. يقولون: فاطمة أخفت كسر الظيل عن أمير المؤمنين، كان إذا دخل الدار كتمت أنينها عن علي عن علي، فإذا خرج من الدار صاحت: أسماء اقلبيني على جهة اليمين أو اقلبيني على جهة اليسار، أريد ون منك. فإذا قلبتها أسماء صاحت: فاطمة آه واضلع واضلع. ذاك اليوم رجع أمير المؤمنين إلى الدار على غير عادته. أول ما وصل يم باب الدار وإذا به يسمع أنين يقطع القلوب، أثار فاطمة قاعدة عند قبر رسول الله وقبره قريب من حجرة فاطمة. قاعدة عند قبر الرسول تشتكي فاطمة، شو تقول له؟ وأمير المؤمنين يسمع وأنت تسمع أصحاب الغيرة. تقول له: أبويا أريد أسولف لك، أريد أشتكي لك. شو تشتكين يا زهراء؟ ويا قمت للباب لكن ما علي حجاب حجاب.
صعبة على قلبك أصحاب غيرة. ويا قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب، بويا عصرني وكسر ضلوعي وصدري نعاب. نعم الضلع ما درى بي علي أمير المؤمنين، ما عرف بالضلع، اريد دمعة من عندك اوجع قلبك اليوم. تقول الرواية مدد علي الزهراء على صخرة المغتسل اللي صب الماء منه أسماء. تقول بينما أنا أصب الماء فجأة علي ترك غسل فاطمة وخلى رأسه على جدار المغتسل وصار يبكي بكاء شديدا. تعجبت منه علي يبكي هذا البكاء، أول مرة أشوف منه هالبكاء. اجيت وقفت يمه قلت له سيدي أبو حسين غسل فاطمة ثم ابكي عليها، أمن فقد الزهراء تبكي يا علي؟ قال لا يا أسماء، وإن عز علي فقد فاطمة لكن يا أسماء اشقد فاطمة مظلومة، اشقد فاطمة مهضومة. ليش يا علي صاير؟ يا أسماء وأنا أغسل فاطمة مريت في منطقة الضلع، يا أسماء وإذا بضلع من أضلاعها مكسور. عندي خوش بيت لك والله اسمع، يجي واحد يخاطب علي يقول له ضلع واحد علي رخص دموع العين، ظل يجذب الونا ويصفق الكفين، اويلي اويلي شلون لو عاين ضلوع حسين وخلي القوم ذاك الوقت رضنا وضع فاطمة في نعشها. بالله عليكم قال عباب خبر راد يرفع النعش ما استطاع، طأطأ مرة أخرى راد يرفع النعش ما استطاع، فنادى سلمان أبو ذر عمار مقداد شو تريد يا علي؟ أعينوني على حمل فاطمة. رفعت جنازة فاطمة، أكو وحدة ما ذكرتها إلك، لا يمكن نختم المجلس بدون ذكرها، هذه تمرد القلوب حبيبة القلوب، أظن عرفتها. مشوا بالجنازة خطوات، لا إله إلا الله ولا بقاء إلا لله. أمير المؤمنين في المقدمة، خلفه سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد، وخلف الجنازة طفلين حافيين وهما الحسن والحسين. وإذا بصوت طفلة واقفة عند باب الدار، حسن حسين وين مودين أمي فاطمة طلعتوها من الدار؟ حسن حسين ترى الدار موحشة، رجع لها. عرفتوها منو لولا؟ رجع لها الحسن والحسين. زينب لا يسمعش أبونا علي، ترى ما يتحمل بعد ما عنده قوة، كافي مصيبة فاطمة، رايحين ندفن الزهراء. قالت عندي وصية وصلوها الأمير المؤمنين. إش عندك يا زينب؟ بالله يا شيال نعش الطاهرة. اسمع والله تمرد قلبك الأبيات. بالله يا شيال نعش الطاهرة، بهونك من تسير على الثرى، يعني على كيفك لا تستعجل يا علي، بهونك من تسير على الثرى. ليش يا زينب؟ ترى ضلوع أم الحسين مكسرة، بها نيراني الحزن موجود. جاء أمير المؤمنين وضع فاطمة في قبرها، أهال التراب عليها، ثم توجه إلى رسول الله
يا رسول الله قل عن صفيتك صبري، يعني بعد ما عندي صبر، وضعف عن سيدة النساء تجلدي يا رسول الله، فاستخبرها الحال واحفها السؤال، فستنبئك ابنتك بتظاهر القوم على هضمها. ثم جلس عند القبر يقرأ القرآن إلى أن غفت عينا أمير المؤمنين، فتمثلت له فاطمة في المنام. بالله أسأل السادة، سادة المجلس، ما أدري بيا حالة شافها علي بذاك الوقت، هل رآها بجمالها وثوبها الأبيض، أم رآها بعينها الملطومة وضلعها المكسور؟ الشاهد نادت يا علي قم وارجع إلى الدار. قالها فاطمة خليني عد قبرش مرتاح يا زهرة. قالت لا يا علي قوم وارجع إلى الدار. ليش يا فاطمة؟ هذه زينب قد استيقظت من نومها فزع مرعوبة، تنادي أين أمي فاطمة فاطمة. قام أمير المؤمنين نفض التراب من ثيابه، راح هرول مسرع إلى الدار. بالله أسألكم وين شاف زينب؟ تصور بعين القلب، وإذا بزينب على فراش فاطمة متمددة تقلها يما فزيت من نومي وجيتك على فراشك يا يما ما لقيتك. يما يا 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 يما على فراشك يا يما ما لقيتك. يما ظلت وين ينبى بيتيج، يا ريت قربت منيتي ولا منيتيج. بعد زينب يما ظلينا من بعدك يتامى، يا يما الليل عقبك ما انام، يا يما الليل صوبني بسهام. هنا أمير المؤمنين بعد أبيات الدعاء انقطع تقطع قلبه على زينب، توجه إلى قبر فاطمة. يا مغيبة عن عائلتك وسط الترايب، قومي وشوفي راس ابو الحسنين شايب. يا عمي ونا واطلب حاجتك، من بعد عينك حلت علي المصايب، فرقه وشماته وعائلتك بالدار يبكون. أولي لو قلت باسل للحسن صيح لي حسين، طلعت ورايا تعتفر فخر النساوي، تصيح وديت البتولة يا علي وين، ومن تنتحب زينب تخلي الكل يبجوك. هذا ينادي للوطن ما ردت أمي، أو هذا يكفكف دمعته وينوح يمي. بعد يا علي ونحبت غريب الغاضرية تزيد همي، من يسمعون صيحتك كلهم يصيحون يا حسين وين اللي تربينا بحجرها، راحت ولا رديت ولا ندريش خبرها، يا ما تقلبنا ولعبنا على صدرها.
ويا ما على الذرعان شالتنا ولمتون بيوم الحشر خلق.